والله لا النازيين ولا هذا التتار ما عمل عمايلهم. بدل أن يعطوا حلا للاجئين أن يعطوا خزوقا للاجئين. فقالوا الأرض مقابل السلام، يعني اليهود بيأخذوا الأرض وبيأخذوا السلام. العمل على توطين اللاجئين كان خطة أمريكية بريطانية منذ الخمسينات. هذه الجموع من سكان شمال غزة التي تهجر قسرا من ديارها تذكر بذلك التهجير المشابه الذي أصاب الفلسطينيين في نكبة عام 48. الشعب نفس الشعب والعدو نفس العدو. منذ تكشفت ملامح النكبة الفلسطينية عام 48 وربما قبل ذلك بقليل، ظهرت مأساة اللاجئين الفلسطينيين الذين اقتلعوا من ديارهم وتدحرجت عبر أربعة أجيال في الشتات وداخل الوطن. وإلى الآن تنتظر هذه القضية حلاً عادلاً، استثنته دائماً محاولات إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي على مدى عشرات السنين. كانت حرب عام 48 كارثة على الشعب الفلسطيني الذي تشرد منه ما يقرب من 800 ألف مواطن وجدوا أنفسهم خارج ديارهم يعيشون في مخيمات مسلوبين من كل ما يملكون. كان هذا التهجير تنفيذاً متعمداً لخطة صهيونية هدفت إلى إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها. ومهما حاولت الرواية الإسرائيلية الإيحاء تلميحاً أو تصريحاً بعكس ذلك، إلا أن الوثائق التي كشف عنها تثبت أن التهجير كان خطة مسبقة التدبير. طوال 20 عاماً بعد النكبة ظلت متاهة اللاجئين الفلسطينيين مجرد قضية إنسانية عادية، لكن الأمم المتحدة أقرت بعد 21 عاماً على التغريبة الأولى وفي العام 1969 بأن مشكلة اللاجئين نشأت من إنكار حقوقهم الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها والمقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الإنساني والسياسي كان على صعيد المؤسسات الدولية، أما لماذا بقيت قضية الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين حية فهذا فعل نضالي واع، ومن الآثار عليه مثلا الآن أن ما يحدث في قطاع غزة هو نتيجة كون إسرائيل تتعاطى عسكريا وسياسيا وغير ذلك مع اللاجئين اللي هم 71% من عدد سكان القطاع، وكذلك الحال في الضفة الغربية الجبهة الفلسطينية الثانية المشتعلة التي تلاحظ أن الاختراقات والاقتحامات هي للمخيمات أكثر منها للمدن والبلدات. يشكل اللاجئون الفلسطينيون أكبر مجموعة لجوء في العالم وأوسعها انتشاراً، إلا أن حقوقهم غيبت من جميع المشاريع والمبادرات التي طرحت لحل الصراع. تهجير الفلسطينيين من ديارهم قادهم إلى دول الجوار لاجئين فيها في لبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا. توزع اللاجئون في مخيمات أقامتها وكالة الغوث الدولية، فكان هناك في الأردن 13 مخيماً وفي الضفة الغربية 19 مخيماً وفي قطاع غزة 8 مخيمات وفي لبنان 12 مخيماً وفي سوريا 12 مخيماً، وهي مخيمات تعترف بها وكالة الغوث، لكن هناك مخيمات أخرى في هذه البلدان ما زالت الوكالة لا تعترف بها رسمياً. اقتربت أعداد اللاجئين الفلسطينيين من 800 ألف مهجر في الأردن والضفة الغربية 467 ألفاً وفي غزة 200 ألف وفي سوريا 83 ألفاً وفي لبنان 107 ألف.
قضية اللاجئين قضية تمس مباشرة نصف مجموع أبناء الشعب الفلسطيني، والنصف الثاني قلوبهم وعقولهم وسيوفهم مع النصف الأول، وكذلك الحال مع شعوب الأمة العربية، لأنه اللاجئين لم يبقوا في فلسطين، يعني تجدهم في سوريا، تجدهم في الأردن، تجدهم في لبنان، تجدهم في مصر وغيرها، وتجدهم في معظم أصقاع العالم، إلى درجة أن شاعرا ما قال: ولو جاءكم صوت من قمر الله الحزين فقل لاجئون، لاجئ فلسطيني، يعني حتى بالقمر ممكن أن يكون في لاجئ فلسطيني. ومع أن القرار الأممي رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة واضح في تأكيد حق الأشخاص الذين تشردوا للعودة إلى ديارهم بلا شروط، لكن بمرور الوقت تم إحباط جميع الجهود المتصلة بمسألة العودة. أكد ذلك القرار وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة. ولأن قرار الجمعية العامة ليس أكثر من توصية غير ملزمة، كان على الجانب العربي في الصراع مع الصهيونية أن يواصل الضغط لأجل تنفيذ مضمون هذا القرار، وبشكل خاص في مفاوضات الحل السياسي الذي اعتمده العرب كخيار استراتيجي. في الواقع حق العودة كان حقا مفروغا منه، هو حق طبيعي، وبالتالي لا يحتاج إلى حدا يوصفه، يعني الجمعية العامة سواء قالت يجب أو يمكن أو يحق، كلها تعابير لا تغير من واقع حق العودة لأي إنسان في العودة إلى وطنه. وبالتالي يعني ما كانش من المناسب التدقيق في هذه الحرفية، لأنه حتى القرار 194 لم ينشئ حق العودة، إنما اعترف بحق العودة. ولذلك حين جاء الكونت برنادوت وصاغ البيان صاغ وقال إنه ليس من العدالة بشيء أن يمنع إنسان من العودة إلى وطنه، بينما يسمح لكل اللاجئين الأجانب أو اليهود الأجانب بالقدوم إلى فلسطين، فهو يعني كأنه يقرر تحصيل حاصل، وبالتالي حاول أن يظهر التناقض ما بين ما تمارس الدول والحق الطبيعي للفلسطيني بالعودة. حاول الجانب العربي خلال العشر سنوات التي تلت النكبة التعاون مع الأمم المتحدة عبر ما عرف بلجنة التوفيق المنبثقة عن القرار 194، لكن تلك اللجنة لم تواصل نشاطها ولم تصل إلى نتائج ملموسة، كما أن الأطراف المعنية لم تتمكن من الإتيان بأفكار جديدة أو مشاريع متفق عليها. السبب لأن المشكلة الرئيسية كانت هي اللاجئون. تعرف بذل الإسرائيليون في بداية في حرب 48 وبعدها جهودا جبارة في طرد الناس، إما بالوسائل العنيفة أو بالوسائل السلمية. أحيانا كانوا يعني مثلا كما حصل في لبنان في مذكرات السيد طلال أبو غزالة، يقول إنه هم طلعوهم على سفينة وقالوا لهم حتى لا تصابوا بأثار الحرب، ثم يعني وضعوهم على السفينة بهدف النجاة، ثم فوجئ بأن السفينة تحركت بهم إلى جنوب لبنان. فلذلك كان في وسائل هذه، وفي وسائل زي مذابح دير ياسين وكفر قاسم وغيرها، بحيث أن تدفع الناس نحو الهروب. فلذلك بين هذا وذاك استطاعوا أن يعني استطاع الإسرائيليون وحركات الإرهابية في إسرائيل في ذلك الوقت، الأرجون والهجناء وشتيرن وغيرها،
أن يطردوا الفلسطينيين من ديارهم. وكانت ليه؟ لأنه في العقيدة الصهيونية أنه المنافسة والمشكلة التحدي الأكبر كان التحدي الديموغرافي، سواء أنهم يجذبوا يهود يجوا إلى فلسطين أو يتخلصوا من السكان الفلسطينيين إلى أماكن أخرى. لم يكن بالإمكان أبداً الوصول إلى حل لقضية فلسطين من دون إيجاد الحل العادل الذي يدعو إليه الجميع، فالحل يختلف من جهة لأخرى. بالنسبة لكيان الاحتلال، الحل الأمثل هو توطين اللاجئين حيث هم، لأن العودة بالنسبة له تعني إزالة الطابع اليهودي عنها، لأن العنصر العربي سيشكل أغلبية. هو تعبير الحل العادل لم يأتي إلا بالمبادرة العربية، والمبادرة العربية هو الثمن الذي كان على الشعب الفلسطيني أن يدفعه بعد أحداث سبتمبر اللي هي ما يسموها غزوة بن لادن القبيحة. من هنا طرح الملك الأمير عبد الله آنئذ الحل العادل لقضية اللاجئين حتى يكون في هناك متسع، مش بالضرورة الحق العودة كما نص القرار 194، إنما الحل العادل، يعني قد يكون بعض التعويض، قد يكون بعض التوطين، قد يكون بعض إعادة التهجير. لكن التوطين مرفوض من الجانب الفلسطيني وسائر العرب الذين يرون الحل الأمثل في عودة اللاجئين إلى ديارهم. لكن في واقع الأمر لا أحد من المفاوضين العرب أو الفلسطينيين الذين انخرطوا في عملية السلام منذ مؤتمر مدريد تشدد في مسألة حق العودة. حق العودة بالنسبة للفلسطيني اللاجئ حق غير قابل للتصرف، فهو من الحقوق الفردية الثابتة التي لا تسقط بالتقادم بل تبقى متوارثة بين الأجيال. حقوق اللاجئ لا تنحصر في العودة بل في السيادة على أرضه وجنسية بلده وحقوق ملكيته وحقوقه المدنية والسياسية. وقد أقرت بهذه الحقوق كل القوانين والمواثيق الدولية، بدءا من ميثاق الأمم المتحدة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وقرارات الأمم المتحدة وقوانين دولية عديدة. إلى أن يعود، وهو حق ثابت إله، إلى أن يعود يجب على الدول المضيفة أن تمنح كافة الحقوق على قدم المساواة مع المواطنين، يعني له حق العمل، حق يفتح حساب، حق يقود سيارة، حق التعليم، الصحة، له كافة الحقوق دون أن يتمتع بالجنسية. مش بالضروري يتمتع بالجنسية، لأنه لا، إلى أن تحين حق عودته إلى وطنه. عندما يعود تنتهي كل الحقوق التي اكتسبها في الدولة المضيفة ويكتسب حقوقه في دولته الأصلية. ليس جميع اللاجئين مسجلين في وكالة الغوث وليس كلهم في المخيمات، لكنهم جميعا ينطبق عليهم وصف اللاجئين المستحقين للعودة. أولا هم لم يخرجوا طبعا، وليس ثمة شيء اسمه خروج اللاجئين، هناك إخراج، هناك مش هجرة، تهجير. كله كان قصري عبر مذابح بحمد الله
أصبحت مثبتة وأكيدة ومسجلة وموثقة من الأرشيف الصهيوني، وليس على أيدينا فحسب، وإنما على أيدي من سميوا المؤرخون الإسرائيليون الجدد. هؤلاء جاءوا وكتبوا وكشفوا عن المذابح، وآخرها من المذابح المشهورة آخرها حديثا تم إظهارها، وهي مذبحة الطنطورة. فيعني إزاء مذابح قائمة على قدم وساق كان لابد من أن يهجر هؤلاء، وحتى الإسرائيليين ما عادوا مقتنعين فيها. وها أنت ترى الآن اليوم أن المطروح هو تهجير اللاجئين، تهجير أهل غزة من قطاع غزة، علما بأنهم هم 71% منهم لاجئين، وهناك الحديث عن التهجير من الضفة الغربية إلى الأردن وغيرها، وأيضا نصف الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية هم من اللاجئين. فإذا الهرطقات الإسرائيلية في هذا المجال نحن لا نرد عليها، نكتفي بأن التاريخ المكشوف من الأرشيف الصهيوني أصبح يرد عليها بشكل قاطع ومانع. حقيقة أن حق العودة لا يموت حتى لو أخذ جنسية دولة أخرى، حق العودة مضمون، وإلا كان أول ناس لا ينطبق عليهم حق العودة هم اليهود نفسهم. يعني بأي حق بعد 2000 سنة جاي تقول لي إلى حق عودة؟ فلا، لا يسقط حق العودة، لا يسقط لا بالتقادم ولا يسقط بتغييرك الجنسية أو بأخذك لجنسية أخرى. ربطت المعادلة التي أقرتها الأمم المتحدة في قرارها رقم 194 بين فكرة التعويض عن الممتلكات وبين التوطين الدائم للاجئين خارج فلسطين، لكن خبراء القانون الدولي لا يعتقدون بصحة هذه الرابطة. نص القرار 194 كان واضحا، من لم يرغب بالعودة إلى وطنه ودياره له حق التعويض، وحق التعويض هو تعويض عما فقدوا من ممتلكاته. لكن الذين يعودون ويمارسون حق العودة أيضا لهم حق التعويض، لأنه حرم من الانتفاع بأملاكه طيلة الفترة التي كان فيها مهجرا، وبالتالي حق التعويض يشمل الطرفين، من يعود ومن لم يعود. منذ عام النكبة حتى نكسة حزيران طرحت العديد من مشروعات الحلول تتعلق بقضية اللاجئين، بعضها برعاية أممية وبعضها برعاية أمريكية أو أوروبية، لكنها جميعا كانت تتفادى الإشارة إلى فكرة العودة مكتفية بتوفير التمويل اللازم لتوطين اللاجئين في بلاد اللجوء. في القرار الدولي رقم 242 لعام 67 الذي أصبح حجر الزاوية في عملية السلام للشرق الأوسط، أكد مجلس الأمن ضرورة تحقيق حل عادل لمشكلة اللاجئين. كذلك طالبت جميع مبادرات السلام التي صدرت بعد ذلك. ولكن السؤال الأعظم، ما هو هذا الحل العادل الذي لم يتطرق إليه المفاوضون العرب والفلسطينيون؟ هو الحل العادل، بمعنى العادل هو عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ومنازلهم وأراضيهم، هذا هو الحل العادل. أي حل آخر بالغا ما يبلغ من الحسن والجمال هو منقوص إذا لم يكن على القاعدة التي أشرت إليها. وأذكر وأنا في مسؤولية هذا الملف ذهبت مع الأخ العزيز الدكتور سلمان أبو ستة إلى أوروبا لنروج أطروحته الباهرة
التي تحدثت عن أن عودة اللاجئين هي عودة ممكنة عمليا، يعني حتى عودة 5.5 مليون من الناحية الجغرافية والناحية الاقتصادية وغيرها، لو حسنت النوايا ولو كان ميزان القوى يسمح بذلك، هي عودة عملية وممكنة طبعا، وهو حق فردي ومقدس ولا بد من أن يحترم. لكن هذا عالم ظالم، ها هم الآن يزرعون في العدوان على قطاع غزة، يحاولون أن يزرعوا نكبة جديدة. في نظر الشعب الفلسطيني وبالذات في نظر اللاجئين أنفسهم، فإن الحل العادل لمشكلتهم هو العودة إلى ديارهم وفق القرار 194، والتعويض عن الخسائر المادية والمعاناة التي عاشوها في سنوات الشتات. في أول جولة مفاوضات مباشرة بين مصر وإسرائيل في كامب ديفيد أواخر سبعينيات القرن الماضي، لم يتطرق الطرفان إلا إلى مسألة إقامة سلطة حكم ذاتي في الضفة الغربية وغزة، مع إعادة انتشار قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة. في الشق الفلسطيني من اتفاقية الإطار لم تكن هناك أي إشارة إلى مشكلة اللاجئين، بل اكتفى الجانبان بالدعوة إلى تشكيل لجان مشتركة لمتابعة مشكلة نازحي الضفة الغربية عام 67، وحتى تلك لم تتابع بالفعل. كما أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 79 لم تشر إلى حق الفلسطينيين في تقرير المصير أو إلى حق العودة. هذا الموضوع حكيت بالنسبة للإسرائيليين كان موضوع يعني تقريبا مرفوض رفضا باتا، ولم يؤيد الموقف العربي في العودة أحد، والسبب لأن العودة تعني إنهاء تقريبا في رأيهم إنهاء إسرائيل. لكن أنا بعتقد أن حق العودة هو حق راسخ في القانون الدولي، يعني لا يتعتمد فقط على الاتفاقيات بين الدول. بتتذكر في حرب في سنة 67 لما صدر قرار مجلس الأمن تبع 242، ورد فيه نص يقول حل قضية اللاجئين، ولم يقل الفلسطينيين، حل مشكلة اللاجئين حلا عادلا، fair and just solution to the refugee problem بالإنجليزية. فلذلك حتى أنه لما اجتمع العرب وأعادوا بعد ذلك سنة 2002 في مؤتمر قمة بيروت، أعادوا صياغة يعني كتبوا مشروع السلام العربي، قالوا فيه fair and agreed، يعني بمعنى just and agreed عفوا، يعني حل عادل ومتفق عليه. في رأينا هذا أضعف الموقف في قضية اللاجئين، وكان هو تنازل عربي، كأنه حق العودة يعني لم يكن مضمونا، ولذلك يبقى الحق القائم هو حق التعويض. لم تشر القرارات الدولية إلى حق العودة بصورة صريحة واضحة، ولم تنعقد مفاوضات عربية إسرائيلية مباشرة للبحث في قضية اللاجئين أو عودتهم، إذ كانت إسرائيل على الدوام ترفض مجرد البحث في فكرة العودة. كان على الفلسطينيين أن ينتظروا إلى حين انعقاد مؤتمر مدريد للسلام عام 91 لكي يشار إلى قضيتهم ولو بصورة خجولة. في مدريد أكدت الوفود العربية المشاركة وبشكل خاص الوفد الفلسطيني على قضية اللاجئين وحق العودة، لكن المؤتمر لم يضع مرجعية واضحة لقضية اللاجئين، مع أنه أنشأ مجموعة عمل خاصة بالقضية، إلا أنها كانت تفتقد آلية اتخاذ القرار ولم تنجز أي شيء ملموس رغم بعض الاجتماعات التي تم عقدها. و
السبب لأنها لما وقعت اتفاقيات السلام أو انسحبت بعض الدول من عملية السلام، يعني في حالة سوريا ولبنان لم يتوصلوا إلى حل، كادوا أن يصلوا إلى حل في على المسار السوري لكنه لم يتم. بالنسبة للأردن وقع عملية السلام، ولكن موضوع اللاجئين أجل إلى مرحلة المفاوضات النهائية اللي كانت بدها تصير بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي. ولذلك بعدما وقع اتفاق أوسلو كان اتفاقا مرحليا، وكان من المفروض بعد ذلك أن تأتي مفاوضات المرحلة النهائية، واللاجئون كانوا من ضمن هذه البنود المؤجلة. حتى في الاجتماعات القليلة التي عقدتها المجموعة ولجانها، أصرت الوفود العربية على أن المقترحات الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة اللاجئين يجب ألا تكون مجحفة أو تؤثر على نتائج مفاوضات الوضع النهائي فيما يخص مستقبل اللاجئين. ظل المفاوض العربي يراوح بين التمسك بالحقوق المشروعة للاجئين والحرص على ألا يتهم بإهمال معاناتهم، وتلخص الموقف في دعم كل جهد لتحسين معيشة اللاجئين على ألا يؤدي إلى التوطين. في مفاوضات لاحقة استبعدت قضية اللاجئين لأن إسرائيل ظلت ترفض الاعتراف بها متمسكة بدعوتها لتوطين اللاجئين حيثهم. وقد قبل المفاوضون وبشكل خاص المفاوضون الفلسطينيون الموقف الإسرائيلي بالتغاضي عن أحد أهم الحقوق الفلسطينية، وهو حق العودة، حتى بعدم الإشارة إليه والاكتفاء بتأجيل قضية اللاجئين إلى مفاوضات الحل الدائم، وهي مفاوضات انقضى موعدها الافتراضي. كل تأجيل فيه تأخير في القضية الفلسطينية وإجمالا في كل قضايا الصراع العالمي، لكن في الحالة الفلسطينية التأجيل فيه تعطيل، فيه قتل حتى، لأنه إسرائيل قادرة بحكم ميزان القوى وتحالفاتها على تغيير الوقائع، وحين تم التجاهل كان بالمفاوضات هو الشعرة أو إحدى الشعرات التي قصمت ظهر البعير في قمة كامب ديفيد، حين أرادوا بدل أن يعطوا حلا للاجئين أن يعطوا خازوقا للاجئين. ثم اعتقاد بأن مسار أوسلو أهمل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأبرز عناصر هذا الحق هو حق اللاجئين في العودة. وقد تجسد هذا الإهمال في المادة الخامسة من اتفاقات أوسلو التي أرجأت قضية اللاجئين إلى المرحلة النهائية. حتى في المفاوضات اللاحقة التي عرفت باسم أوسلو 2 أو اتفاق القاهرة، وحتى مفاوضات طاب بعدها ثم ما عرف باسم كامب ديفيد 2، لم يتم الحسم في مسألة اللاجئين ومستقبلهم. قدم الجانب الفلسطيني مقترحات مفصلة في محادثات طابة تتعلق باللاجئين، لكنها طويت وحفظت ولم تظهر للحياة. وفي كامب ديفيد 2 قدم الرئيس الأمريكي مقترحات تتعلق بحل مشكلة اللاجئين، لكنها لم تكن سوى مشروع تعويض وتوطين. الذي قدم في كامب ديفيد إطلاقا لا علاقة له بكلينتون، الآن أصبح أيضا حقيقة ملموسة أنه ورقة إسرائيلية كانت مقدمة لكلينتون لتسويقها. وحتى بعد فشل كامب ديفيد وعودة المرحوم الشهيد ياسر عرفات
إلى البلاد حاولوا أن يقدموا إنذارا لنا في نهاية العام على قاعدة أنه في ورقة جديدة، مقترحات جديدة، فاتضح أن هذه المقترحات أسوأ مما كان مطروحا في كامب ديفيد، وكانت إسرائيلية بحتة وأميل ما تكون إلى الليكودية وليس إلى حزب العمل الذي كان يقال لنا أنه حزب معتدل. في المفاوضات الأردنية الإسرائيلية التي أسفرت عن التوصل إلى توقيع معاهدة وادي عرب عام 94، أشار جدول أعمال التفاوض بين الجانبين في أيلول عام 93 في مادته الرابعة تحت عنوان اللاجئون والمهجرون إلى ضرورة الوصول إلى حل عادل ومتفق عليه للجوانب الثنائية لمشكلة اللاجئين والمهجرين وفقا للقانون الدولي. وخلافا لبنود جدول الأعمال، خلا البيان الختامي الذي صدر عقب انتهاء المفاوضات من أي إشارة إلى قضية اللاجئين، مع أن رئيس الوزراء آنذاك أشار إلى ضرورة إنهاء المعاناة الطويلة للشعب الفلسطيني واللاجئين ووجوب الاعتراف بحقوقهم ومعالجتها بعدالة. طبعا هو حق العودة في اللاجئين، في كل موضوع اللاجئين الذي بحث في المفاوضات الثنائية كان كله كموضوع بده يذهب بعدما أعلنت منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فلذلك أصبحت قضية اللاجئين مرتبطة بهذا. لذلك الدول التي لها علاقة أنيطت مهمة البحث في المتعددة. طبعا كان لنا احنا اعتراضات كثيرة، يعني أنا بصفتي كنت رئيسا للوفد، الحقيقة كنا نثير هذا الموضوع في كل جلسة من الجلسات، وكنا أيضا نركز على أنه إسرائيل كانت تعامل أهل الضفة الغربية وأهل قطاع غزة المحتلين في ذلك الوقت على أن الفلسطينيين المقيمين فيها هم مقيمون وليسوا مواطنين حتى في إسرائيل. في معاهدة وادي عرب أشارت المادة الثامنة إلى قضية اللاجئين، لكن بدون الإشارة إلى حقهم في العودة، بل وضعتها في الإطار الإنساني وليس في الإطار السياسي أو القانوني، ولم تربطها بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. وعدت المعاهدة قضية اللاجئين مشكلة إنسانية، وسيسعى الطرفان إلى التخفيف من حدة المشاكل الناجمة عنها على الصعيد الثنائي وإلى تسويتها ضمن إطار اللجنة الرباعية المشتركة مع مصر والفلسطينيين، كما تشير تلك المادة إلى فكرة التوطين. في توطين وفي إعادة توطين. فلذلك مثلا حتى كان في الاصطلاح، هل هي الأرض مقابل السلام ولا عودة الأرض مقابل السلام؟ فقالوا الأرض مقابل السلام يعني اليهود بيأخذوا الأرض وبيأخذوا السلام، وإحنا بنعطيهم السلام، شايف كيف؟ لا، فناس قالوا لا، عودة الأرض إلى أصحابها مقابل السلام. هذا يعني في بعض أحيان الاصطلاح يؤخذ، لكن طبعا يؤخذ بمعناه المقصود من السياق وليس بمعناه اللي ممكن يعاد تفسيره كأنه قطعة خارجة عن النص، يعني مأخوذة يعني خارج النص، إذا أخذتها داخل النص لا تعني فرق كبير. لا، توطينهم في بلدهم، يعني لأنهم لا يعتبرون مواطنين في الخارج، هم مقيمون إقامة مؤقتة في الخارج. وقد فسرت الحكومة هذا النص بالقول إنه بما أن الجانب الفلسطيني اتفق مع إسرائيل في أوسلو على تأجيل البحث في موضوع اللاجئين إلى مفاوضات الوضع الدائم، فإن الأردن مرتبط حكما بهذا الموعد، فنصت المعاهدة على بحث موضوع اللاجئين في مفاوضات مرتبطة ومتزامنة مع مفاوضات الوضع النهائي للضفة والقطاع كما أراد الجانب الفلسطيني. في توطينهم على أساس أن اللاجئين الذين قدموا إلى الضفة الشرقية في أحداث 48 49 أيضا، لأن المثلث، هذولا كان على الأردن أن يقوم بتوطينهم وعلى المجتمع الدولي أن يساعد في توطينهم. وبالمناسبة هذا النص لم يكن مستحدثا، العمل على توطين اللاجئين كان خطة أمريكية بريطانية منذ الخمسينات،
حتى إنه ميزانيات الأنروة الأولى 50-52-57 جميعها ميزانيات خصصت لتوطين اللاجئين، إلا إنه كل مشاريع التوطين التي صيغت في تلك الفترة فشلت بسبب مقاومة اللاجئين. بالنسبة للأردن هو تلقى لاجئين من الضفة الغربية فلسطينيين، وعليه أن يوطنهم، يعني أن يقيموا في الضفة الشرقية وألا يحاول إعادتهم. توطينهم يعني تثبيتهم في الأرض المضيفة وحرمانهم من العودة إلى أرضهم الأصلية. عندما طلبت إسرائيل الانضمام إلى الأمم المتحدة ادعت موافقتها على قرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 194، لكنها تنكرت لالتزاماتها بعد قبول عضويتها. وقد بررت إسرائيل موقفها بتعليق تنفيذ القرار إلى حين التسوية السلمية النهائية، رافضة البحث فيه قبل ذلك. تعارض إسرائيل حق العودة وتتعمد رفض الإشارة إليه في أي اتفاق سلام، وأمعنت في تعطيل تنفيذ القرار الأممي الخاص باللاجئين من خلال إصدار تشريعات تمنع عودتهم وقوانين تشرع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية التي تركها أصحابها ووضعها تحت ما يسمى حراسة أملاك الغائبين، أو بكل بساطة مصادرة تلك الأملاك. لكن هذه الأملاك تبقى رغم كل شيء ملكا لأصحابها الحقيقيين. هناك في دراسات عديدة وموثقة لدى هيئة الأمم حول حقوق الفلسطينيين الذين تركوها في فلسطين، وهذه موثقة، وإذا تمت الوصول إلى تسويات سياسية أو انتصارات عسكرية يمكن فرض استعادة هذه الأملاك والتعويض عنها. ربطت إسرائيل دائما بين حقوق اللاجئين في ممتلكاتهم التي تركوها وبين حقوق اليهود الذين غادروا البلدان العربية، وتطلب إسرائيل من الدول العربية توطين اللاجئين في أراضيها مثلما قامت هي بإعادة توطين المهاجرين اليهود الذين قدموا إلى فلسطين. رفض الفلسطينيون دائما هذه المقاربة الإسرائيلية، وأكدوا أن ممتلكات المهاجرين اليهود تبحث مع الدول التي هاجر منها أولئك اليهود وليس لها علاقة مع قضية اللاجئين الفلسطينيين. هذه مقايضة غير واردة بالمطلق، لسبب: أولا أنا يجب أن أذكر إنه التهجير الذي تم لليهود إلى إسرائيل، اليهود العرب إلى إسرائيل، تم إما باتفاقات ما بين نور السعيد مثلا والوكالة اليهودية آنئذ، أو بالتحريض الصهيوني بإلقاء قنابل في الكنس اليهودية وتحريضهم على الهجرة. لو تغاضينا عن هذا الجانب وقلنا تعالوا نبحث موضوع المقايضة، المقايضة غير واردة، لأن المقايضة واحد يملك شيء يتبادل فيه مع شخص آخر. ما جرى أو الأطروحة التي تقال في السياق الفلسطيني، أنت تقايض من على من؟ واحد يهودي عراقي بتروح على العراق تأخذ حقوقه، إذا إله حقوق بتروح على العراق وبتطلب من الحكومة العراقية، بس ما بتطلب من واحد فلسطيني في يافا انه يدفع ليهودي جاء من بغداد لانه ترك املاكه في بغداد. يعني قانونيا لا تستقيم. لم تغفل معاهدة وادي عربة عن قضية المطالبات والممتلكات، فتشكلت بموجب المعاهدة لجنة مطالبات لحل المشكلات المتعلقة بالأملاك، وكانت فرصة للدفع باتجاه التعويض نيابة عن اللاجئين الذين يحملون الجنسية الأردنية.
لكن إسرائيل لم تتجاوب تاركة الأمر إلى مفاوضات الحل النهائي. في بندين مهمات في هذا الموضوع. البند الأول كان أنه المعاملة بالمثل في قضية شراء الأراضي. يعني إذا أنا بدي أسمح ليهودي أو إسرائيلي أن يشتري أرضاً في الأردن، فيجب أن تكون البلد اللي يعني بلده اللي هي إسرائيل في هذه الحالة تسمح للأردني أن يشتري أرضاً. هذه نقطة اتفق عليها، فلذلك ما صارش لا بيع ولا شراء أراضي. النقطة الثانية اللي أنت أشرت إليها وهي قضية الممتلكات، لجنة الممتلكات. يعني إنه بيجوا هم اليهود كانوا الإسرائيليين وضعوها لأنه كانوا يدعون إنه في لهم أراضي، ومن جملتها لذلك اصطدمنا بقضايا بالأرض تبعت الباقورة، لأنه أرض الباقورة هي قطعا ملكية كانت لروزنبرغز وهي عائلة يهودية روتنبرغ عفوا، واللي أقيم فيها مشروع روتنبرغ للكهرباء في ذلك الوقت، هذه في 24 أو 25 اشتريت. فلذلك كان أثيرت القضية أنه هل إرجاع والاعتراف من الأردن بأن هذه الأرض يملكها أصلا واحد يهودي، هل هذا يعني أن تنازلت عنها لإسرائيل؟ لا، السيادة كما شرح سابقا السيادة أمر والملكية أمر آخر. كان هناك العديد من المشاريع المتعلقة بحل مشكلة ممتلكات اللاجئين، بعضها كان خططا ناضجة وبعضها كان مجرد أفكار، ومعظمها كانت تفترض أن غالبية اللاجئين سيتم توطينهم بصورة دائمة خارج فلسطين. الموقف الفلسطيني الشعبي هو التمسك الشديد بحق العودة الذي يظل محور الحركة الوطنية الفلسطينية، وارتبطت قضية العودة بتحرير كامل التراب الفلسطيني. ولكن بعد أن استقرت الاستراتيجية العربية والفلسطينية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية على نهج السلام والتفاوض، لم يعد الحديث عن عودة اللاجئين إلى ديارهم التي خرجوا منها. أي حديث عن عودة اللاجئين أصبح يعني أن هذه العودة ستكون جزئية وبأعداد محدودة جدا وفقط إلى الدولة الفلسطينية، أي الضفة الغربية وغزة. وقد وافق المفاوضون الفلسطينيون على ذلك ووقعوا عليه وأعلنوه في وثيقتين صدرتا في العامين 2002 و2003. كانت الاتفاقيات غير الرسمية التي وقعها مسؤولون فلسطينيون مع مسؤولين إسرائيليين تعني اعتراف الجانب الفلسطيني بمتطلبات العهد الجديد من السلام والتعايش والتخلي عن حق عودة اللاجئين إلى ديارهم، كما أنها تعني اعتراف الجانب الإسرائيلي بمعاناة اللاجئين وحقهم بالعودة إلى الدولة الفلسطينية. في ظل ميزان القوى الراهن لا يمكن على الإطلاق إحقاق العدالة، وكانت المفاوضات في كامب ديفيد والأوراق التي جاءت بعدها تتحدث عن شروط غاية في الهزال والسخافة، حتى إلى درجة أنني أسميتها أن المطروح علينا هو عودة الجثث، لأنه وقتها قالوا يعني نسمح بعودة 150,000، لكن هؤلاء 150,000 بدهم يخضعوا لشروط أمنية، فنحن نقدر، أي إسرائيل وأمريكا، نحن نقدر من أمنيا يجوز له أن يعود ومن لا. الأخطر من ذلك تحدثوا عن حدود العمر السن، فقالوا يجب أن يكون من مواليد 48، معنى ذلك أن من كان عمره 10 سنوات في حين طرح هذا المشروع يعني سيذهب إلى، أو اللي عمره 20 سنة واللي عمره 30 سنة سيذهب هناك إما جثة حقيقية أو يعني حالة من الصحة والكهولة تجعله أشبه ما يكون بالجثة. لذلك وقتها كتبت مقالا أن هذه المطروح هو عودة الجثث وليس عودة اللاجئين. ثم أضافوا شرطا ثالثا يومها بما سمي مبادرة كلينتون، اللي هي مبادرة براك حقيقة وهي ليست مبادرة،
أضافوا جملة أخرى إنه هؤلاء 150 سيعودوا على مراحل، يعني سنة قطعة عدد منهم جزء، بعد 10 سنين جزء، بعد 5، يعني أقرب إلى المزحة السمجة، أقرب إلى المزحة السمجة من الحديث الجدي. كانت المبادرة الأولى صدرت عام 2002 باسم مبادرة صوت الشعب، وقعها الأكاديمي الفلسطيني ساري نسيبة ومدير الاستخبارات الإسرائيلية السابق عامي أيالون. نصت المبادرة على أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين سيكون فقط إلى الدولة الفلسطينية، كما نصت على تأسيس صندوق دولي لتعويضهم، كذلك نصت على تعويض اللاجئين الذين لا يرغبون بالعودة. أما ما عرف باسم وثيقة جنيف الصادرة عام 2003 فقد وقعها كل من ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويوسف بيلن الذي كان مشرفا على فريق التفاوض الإسرائيلي في أوسلو، وهي شبيهة بسابقتها مبادرة صوت الشعب من حيث توفير التمويل الدولي لتعويض الفلسطينيين، والنص على أن عودة اللاجئين ستكون إلى أراضي الدولة الفلسطينية وليس إلى ديارهم التي خرجوا منها. حق العودة هو حق فردي، ولا يملك أحد أن يتنازل عن هذا الحق الفردي إلا الفرد نفسه، لأنه صاحب الحق. وبالتالي هناك عبث في القيادة الفلسطينية ارتكبت منذ ياسر عرفات، وبحثوا في وسائل وأدوات وصياغات حول التنازل عن حق العودة منذ مؤتمر طابة في 2000 حتى إعلان أبو مازن إنه يتنازل عن حقه في العودة إلى صفد. هو يتنازل عن حقه في العودة إلى صفد، هو حر في ذلك، لكن لا يستطيع أن يتنازل عن حقي أنا في العودة إلى وطني أو بلدي أو أملاكي. وبالتالي لا سلطة توجد، وحتى هذه ثابتة في لجنة أسستها الهيئة العامة للأمم المتحدة اسمها الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. من جملة هذه الحقوق الثابتة حق العودة وحق الملكية، وبالتالي حق الملكية حق أصيل للإنسان، أي إنسان أينما كان. وبالتالي كل المحاولات حتى المؤشرات أو الإشارات التي بعثت بها قيادة منظمة التحرير للإسرائيليين مثل اتفاقية ياسر عبد ربه، سارين سيبي، أوسلو، جميع أبو مازن بيلن، جميع هذه الاتفاقيات باطلة بطلانا مطلقا وليس نسبيا، حتى لو الذي فاوض عليها كانوا شبه مسؤولين أو لم تكن لهم صفة رسمية أولا، لكنهم كانوا قريبين جدا من حلقة القرار الفلسطيني، بس لا يملكون ذلك. هل كان المفاوضون من الجانب العربي جادين حقا في المفاوضات المتعلقة بقضية اللاجئين؟ كانوا دوما يؤجلون المشكلة ليتم حلها في إطار أوسع وأشمل لأسباب غير واضحة. وإذا كان سعي إسرائيل لتفادي واستبعاد حق العودة من المفاوضات مفهوما، فما هو مبرر المفاوض العربي لمجاراة المفاوض الإسرائيلي؟ التأجيل كان على أساس، يعني من اجتهدوا وصنعوا أوسلو اجتهدوا على أساس المرحلة، يعني مرحلة الشيء تمرحله، باعتبار أنه قضايا الوضع النهائي مثل قضية اللاجئين والقدس وغير ذلك هي قضايا معقدة جدا وعقيمة البحث راهنا، لذلك أجلوها. هذه هي الدعوة التي كما أسلفت، حين تؤجل وميزان القوى ضدك فعندئذ تكون أنت كمن قتلت هدفك. وإذا يعني من حق المرحوم الدكتور حيدر عبد الشافي أن يذكر في هذا السياق، يومها قال
أنا ضد أوسلو لأنه لم يوقف فورا موضوع الاستيطان اللي هو الاستعمار فورا، وكان هذا شرطه الأساسي. والعيب الذي اعترى واعتور أوسلو عنده، وبالتالي جعله ضد، جعله يتخذ موقفا حاسما وقاطعا ضد